مرة تانية. الحمد لله مصر وصلت لمرحلة حلوة جدا من الاستقرار، ما بقاش في اضطرابات زي الأول، حتى الغلاء نفسه بقى مستقر. الأول كان فين وفين على ما الحاجة ما تغلى، دلوقتي الغلاء بقى كل شهرين. حتى الأسعار عارفة بتغلى إمتى ما شاء الله، كل شهرين بتغلى من نفسها، خلاص معتمد على نفسها. فأنا بس اللي مستغربه بقى إن في وسط مرمغة الاستقرار اللي إحنا فيها دي، عندنا رئيس منتخب كل شوية الشعب يفوض فيه، بياخد قرارات براحته، محدش بيقول له أنت بتعمل إيه، ولا حد يقدر طبعًا. عندنا حكومة ومجلس نواب، أمال إيه اللي موقفنا يا جماعة؟ إيه اللي لسه معطل البلد عن الإنجازات؟ تفتكروا في بلد فيها شائعات زي مصر؟ إشاعات مش واحدة ولا اتنين ولا أربعة، 21,000 شائعة في 3 شهور. بلاش 21,000، 53,000 شائعة في 4 شهور. 53,000 شائعة خلال شهرين بس. 60,000 شائعة، مش 53,000، 60,000 شائعة. 97، 60,000 شائعة. 118، كل دقيقتين في شائعة جديدة. يا نهار أبيض، لا واضح فعلا إن ده اللي كان معطل البلد الفترة اللي فاتت، الشائعات. أصل البلد إيه غير سمعة؟ لو سمعتها راحت حل البلد يقف. يعني دلوقتي لما الرئيس يروح ياخد قرض من صندوق النقد ويسألوه لمين، يقول لهم لمصر، يقول لها يا عم ده بيطلع عليها إشاعات، سمعتها بطالة. ينفع كده؟ مينفعش. بس دي أرقام كبيرة أوي يا جماعة، آلاف الشائعات. ده إيه اللي وصلنا للمرحلة دي؟ فين لما كنا في زمن بتحصل فيه إشاعة واحدة نعمل عليها فيلم؟ زمن آلاف الشائعات إزاي عدوهم؟ يعني هل المرصد الفلكي في حلوان بيرصد الشائعات دي؟ بالنسبة لي في مفاجأة من العدد، وإن الدولة اللي يعني كل يوم الواحد بيتعرف على دولته بشكل حقيقي وعلى رجالات الدولة، إن إحنا نعد الشائعات ده جهد غير عادي. لا الجهد ده مش هزار بقى، لا ده في ناس سايبة اللي في إيديها وقاعدة بتعد شائعات، كتر خيرهم والله. لا بلد تانية كانت سابت البلد كده بالشائعات اللي فيها من غير ما تعدها. طب بيعدوا شائعات إزاي؟ يعني هل لو حد جالي برقم وقال لي بص يا معلم معايا 1000 إشاعة عدتهم طلعوا 900، هل احسبها على اشاعه؟ ما برضه انا بفكر معاكم يعني، معلش يعني. وبعدين احنا عندنا شائعات، الموضوع بسيط. صباح الخير يا شعب، والنبي يا شعب عندنا شائعات، نبطل شائعات بقى. ليه اقعد اعدهم؟ يعني ايه الفايده من ان انا اقعد اعد الشائعات؟ مين اللي فاضي اصلا يعمل كده؟ هتفرق معانا في ايه؟ وبعدين مش اولى من ان احنا نقعد نعد الشائعات ان احنا نعد العده لاصلاح بلدنا؟ والله حلوه، حاسس ان انا ببني البلد معاك. والله حلو. طب لو الموضوع بالحجم ده يبقى بصراحة أنا مع الإعلام المصري، عايز أعرف إيه مصدر الشائعات دي؟ حاجة بتهد البلد، مصدرها إيه؟ السوشيال ميديا وخصوصا الفيسبوك شاهد كمية من الإشاعات كبيرة جدا. الفترة دي فترة شائعات لإسقاط هيبة الدولة، والمواقع الكثيرة منها مواقع محدش عارف أنها أي حاجة ولا ما يعني صفحات تحت الأرض وفوق الأرض. السوشيال ميديا اللي هي واحدة من أدوات الشيطان، يعني الشبكة بقت في منتهى الخطورة. السوشيال فوضى، يجي يقول لك عنوان سيد علي يهاجم السيسي، شائعات. تفتح الفيديو اللي أنا متكلم فيه بشكر السيسي، دول لو في بلد أخرى تقع البلد. شبكة الفيسبوك بيستخدموها لكيفية صناعة القنابل، يعني مش عارف ألعن السوشيال ميديا ولا ألعن الكاذبون. لو دخلت على جوجل، على محرك البحث جوجل، وكتبت كيف تصنع، أول كلمة هتطلع لك قنبلة. بالظبط. فالموضوع بقى يعني زي بيقولوا بيس أوف كيك، مفيش حد بيتحقق من أي شيء ولا حد قرأ قرآن. يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قبل ما طلعت أنا. افرض بقى الضابط شاف العنوان وما فتحش الفيديو، طلعوا إشاعات على البلد، أنا مالي؟ إيه اللي دخلني أنا؟ تلاش يا سيد، يعني مين المغفل اللي هيفتح فيديو مكتوب عليه سيد علي هاجم السيسي؟ الناس كلها عارفة حقيقتك. بس 52,000 شائعة مش عدد كبير شوية يا جماعة؟ معلش يعني انتوا بتقولوا للناس ان في 52,000 إشاعة طالعة من الفيسبوك. طب ايه رأيكم لو جبت لكم هنا 100,000 إشاعة من على الإعلام المصري لايف كده من التلفزيون من عندكم وانا قاعد على الكرسي كده، تدفعوا كام؟ تحدوني؟ لا الدنيا بتمشي، وان شاء الله في شهر اكتوبر بإذن الله الدولار هيوصل من 10 ل 7 جنيه. في اكتوبر نوفمبر 17 الدولار هيبقى ب7 جنيه. لا الدنيا بتمشي. اكتوبر نوفمبر 18 لما يبقى واحد معاه دولار وجايبه لك تقول له اجري العب بعيد. وده الكلام اللي بيقول لك الرئيس فيه ايه؟ اصبروا علينا 6 اشهر، هم مش 6 اشهر هم 10 اشهر.
اما 10 اشهر بس 6 اشهر هو بس الرئيس بيحب يقرب المسافه مش اكتر. هو الرئيس يضحك عليكم في 4 شهور فرق العمله هنا مش شويه. يعني الرئيس قال 6 اشهر وما جاش في باله ان في ناس واعيه وصاحيه وعارفه ان هم 10 اشهر مش 6 اشهر. علينا يا ريس لا ده احنا مصحصحين. ها عديتوا يا جماعه الشائعات كده عندنا الدولار بسبعه اشاعه وانه هينزل في 6 اشهر اشاعه ثانيه. كده عندنا اشاعتين في اشاعه واحده اللي هي اشاعه كومبا. لسه بس مسخن انا لسه بس ايه لسه هبدا معاك اهو. خش باللي بعده خش باللي بعده. الرئيس السيسي اجتمع بالمجموعة الاقتصادية وفعلا بالفعل حصل هبوط في سعر الدولار. ابتدوا يتريقوا وقال لك بص اصل الرئيس السيسي لما بص للدولار كده الدولار خاف وكش. الدولار خاف وكش لما الرئيس السيسي بص. معلش بقى. معلش بقى يعني ها خاف وكش بقى ها. انا اول مرة اعرف ان الرئيس لو بص لاي حاجة بتصغر وبتكش. والله حلوة الفكرة. طب ما نستخدمها في الاسعار. معلش نستخدمها في الاسعار. معلش بقى يعني الاسعار زادت معلش بقى يبص لها هي كمان بقى. هو بس بان الرئيس ما فضلش باصص له كتير. يعني اول ما لف راسه الدولار قام فايق وطاح في الشعب خد مقويات واديله بالشعب. يا حبيبي يا شعب دي كانت اشاعه بسيطه كده من على الوش. والله اجيب لكم اتقل شويه. مصر هي ضمن افضل 10 اقتصاديات في العالم. في 11 دوله في العالم هتجر الاقتصاد العالمي لقدام. منهم مصر. منهم مصر بالوضع اللي ماشيه بيه مصر ده ان شاء الله هتبقى ضمن ال 11 اقتصاد اللي هيقودوا العالم. مصر من بين اهم 20 اقتصاد على مستوى العالم. مصر لسنه في سنه 2020 من اكبر 30 دوله في العالم. 2020 دي بعد بكره. ايوه فندم. ده قريب جدا. ايوه فندم. طلع تقرير قال ان مصر في 2017 تحديدا ان هي تكون من افضل 10 اقتصاديات على مستوى العالم. وقد صدق هذا التقرير. وقد صدق هذا التقرير بالفعل. ايه مش شايفين الديون اللي علينا ولا ايه مش باين؟ عشان بس المواطن اللي بيشتكي من الاسعار وبيولول. ما انت لو شايل نسخه من التقرير في جيبك ما كانش ده بقى حالك. ايه البنزين غلي عليك؟ فول تقرير. وبعدين على راي المذيعه 2020 دي بعد بكره. يعني ما فيش يعني يا جماعه يعني الساعه كام معاك؟ الساعه كام؟ هانت خلاص نص ساعه. نص ساعه وهنبقى من احسن 10 دول في العالم. بس من ورا. معلش بقى. معلش يعني نبقى من ورا يعني. ايه مش شايفه الديون والقروض اللي علينا ولا دي ما تعتبرش اشاعه؟ اصل 2020 لسه ما جاتش يا جماعه. بس ما نقلقش بالوضع اللي احنا ماشيين بيه ده والقروض اللي احنا واخدينها هنبقى من اقوى 10 اقتصاديات في العالم ان شاء الله. بس امتى بقى بالظبط؟ فتره صعبه. بدايه الصعوبه دي بتنتهي امتى؟ 3 اشهر ان شاء الله. حاجه كده بس 3 اشهر ان شاء الله. يلا خلاص اللي طلع مني بقى والله والله ما هم راجعين. الله 3 والله نقول لكم في اسبوعين. 3 اشهر ان شاء الله. مبروك المدام حامل. امتى البيبي هيجي؟ 3 اشهر ان شاء الله. معلش يعني انا سايب ناس فوق بتقول بعد بكره. مش حاسس ان ده احسن اوفر جالي بصراحه. في احسن من كده. ها حد يا جماعه بيعد الاشاعات دي ولا ايه؟ ايه نتائج المؤتمر الاقتصادي؟ مش شايفين حاجه كبيره. هل كانت بحجم الزخم اللي كان في ايام المؤتمر الاقتصادي؟ لا ما كانش صحيح. العاصمه الاداريه مصر كنا في حاجه. ما هو برضو جدواها محل كلام. كنا في حاجه الى هذا البعد المعنوي. نعم ونعم بمعنى الكلمه. والشعب المصري على فكره ممكن تاخد منه بالناحيه المعنويه. دي شغل كبير جدا. كتير جدا زي ما تعد. الشعب حنين. هو الشعب المصري كده. تديله معنوي يدوب في ايدك. احنا شعب بيحب المعنويات. انجازات ايه يا راجل بقى ما تفرقش معانا الحاجات دي. اهم حاجه الرفع المعنوي. منهم لله بقى اللي طلعوا اشاعات ان المؤتمر الاقتصادي كان عشان يجيب فلوس. بس يعني لما انت عملت دعم معنوي ما كنتش بتدي للشعب. لا ده انت كنت كمان مستني تاخد منه اللي هو استثمار معنوي. اديله دعم معنوي من هنا وخده من الناحيه الثانيه. ما هو مش هياخد كل حاجه برضه. بس يعني يا خالد حاسس ان المؤتمر ده ما رفعناش كفايه. لا معنويا يعني. حاسس ان لسه في كمان معنوي. بتعدوا ورايا يا جماعه ولا ايه؟ مش وزع مش قناه السويس. انت عايز تبني حاله من الدعم المعنوي فانت عايز تعمل له ممانعه، عايز تدي له روح معنويه اكتر. خلي بالكم ان في حاجه اسمها الروح المعنويه للامم. هذه القناه الجديده كانت نقطه مهمه جدا معنويا. انت رفعت معنوياتي انا شخصيا. رفع الروح المعنويه يبقى الثمن اللي اتدفع فيه مش كتير. ده بلالين. هي دي فلوس دي. دمرت الاحتياط النقدي؟ عادي احنا عاملين المؤتمر الاقتصادي والمشاريع دي كلها ليه؟ مش عشان نرفع معنويات خالد صلاح شخصيا. يغور الاحتياط النقدي قدام الاحتياط المعنوي. هو الواحد بيشتغل ويتعب ليه؟ مش عشان يرفع روحه المعنويه ويتبسط؟ يمكن نكون يا جماعه فعلا بقينا دوله متاخره اقتصاديا بس تقدمنا معنويا. جيوبنا فضيت بس قلوبنا اتملت.
ممكن بس يا جماعة قبل ما تطلعوا الطلعة المعنوية دي تقولوا لي قبلها عشان أنوي الصدقة. بس أنا كل مرة يعني بصراحة بنوي حاجات تانية، ببقى عايز فلوس. بس أنا كده شايف إن الحلقة بتخلص ولسه ما وصلتش الرقم اللي أنا عايزه في الإشاعات. حاسس إن الإعلام المصري متفوق علينا. أنا شايف أخش بالتقيل بقى. حرب الشائعات اللي بتعرض لها البلد وفي ناس بتجري ورا الموضوع، أديكوا شفتوا أهو. لا في شروط من الصندوق ولا في تعويم لجنيه ولا تعويم إن الجنيه هيوصل 16 ولا 20 ولا كلام على إن هزود بكرة البنزين ولا إن بكرة هزود الأسعار ولا الكلام ده. لا هقرب للبنزين ولا للأكل ولا للشاي ولا للسولر ولا كل ده، مش مقرب. الحاجات اليومية الأساسية السلع بتاعتنا الأساسية محدش يقرب لها. أنت اللي محتاج محدش هيقرب له. لحمتك، فراخك، سمك، رز، سكر، شاي، بيض، بسطرمه، جبنه رومي، جبنه فلامنك. كفايه يا احمد كفايه، خلاص هأوفر منك خلاص. ايه الشائعات دي كلها؟ انا عارف عارف لو سبتك مش هروح النهارده، ده انا مطلع منك لوحدك كده 40,000 اشاعه النهارده. عمري ما احتجت لك وخذلتني ابدا يا احمد بجد. كنت عارف ان اقدر اعتمد عليك في طلعه زي دي. بس احنا يا جماعه بصراحه يعني عشان ابقى صريح معاكم، عارفين الاعلام طول الوقت بيقول كلام وبيرجع فيه، معلوش مسؤوليه يعني في حاجه. بالذمه ده شخص مسؤول، معلش يعني. طب ده شخص يترمي عليه مسؤوليه؟ لا طبعا، قاعد جنب ولاده دلوقتي. يا جماعه احنا محتاجين حد نقدر نثق فيه، حد نصدقه. صدقوني 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 انا صدقوني انا صدقوني 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 صدقوني. ابوس ايدك يا ريس، كفايه صدق بقى بجد. اكدب علينا شويه، كفايه اخلاقك بقى من ساعه ما مسكتنا كتير قوي علينا كده يا ريس، اكدب علينا شويه. احنا شفنا صدق من ساعه ما عرفناك بصراحه، يعني البرنامج كله قايم على صدقك يا ريس. في ايه يا جماعه؟ مش مصدقين؟ مش مصدقين؟ لا خلاص احكي لكم الحكايه من الاول. واقول بكل الصدق، الكذب عندنا مر بمراحل. أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. كدبة كل سنة. إحنا عندنا رجالة زي الذهب في القوات المسلحة. ده ما جاش غير سنة. زي الذهب. إيه؟ ده أما ده بقى ده اللي غير اللعبة. أنتوا مش عارفين إن أنتوا نور عينينا ولا إيه؟ ودي كانت البداية. أنا أقسمت بالله إن إحنا ملناش طمع وحتشوفه ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر. لذلك أتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. من البداية كان عنده شغف. إمتى المواطن ممكن يشعر ببعض التحسن في حياته؟ سنتين. موهبة فطرية. مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها. بجد؟ لا هي مش غنية خالص. أروع أيام هذا الوطن ستأتي قريبا. وصلت يا ريس. هيكون أمر ليه العجب. ساحر. مش هنعمل حاجة نص نص تاني. عارف هو بيعمل إيه؟ لن يحدث تصعيد في الأسعار مهما حصل للدولار. مهما حصل الأسعار بقت غالية وفي مشكلة دولار. صحيح ما تهزرش. في حد معتقل اعتقال سياسي؟ لا نعم مفيش معتقل سياسي، ده أمر مهم جدا. ولا في سجون. تصبروا معايا إيه؟ سنتين 6 شهور بس. يعني انتوا هتستحملوا سنه كمان؟ العمر كله يا ريس. اصبروا وستروا العجب العجاب في مصر. صدقوني فيلم جديد حصري على الاعلام المصري مكمل معانا لاربع سنين. لا بس فعلا معاكم حق، الاشاعات ممكن تعمل بلبله كبيره في البلد، تهد بلد. بس عادي يا جماعه، مفيش بلد ما فيهاش اشاعات. عارف ايه اللي اسوأ من الاشاعات؟ لا لا لا، مش ان الرئيس والاعلام كذابين، المصيبه كلها ان الرئيس بيقول وعود كلها كذب وماشي بالبلد من غير خطه ومصدق نفسه. منين؟ استنونا.